عرضة؟ لك شو هاد؟ ليش لابس هاد القميص؟ حبيبي ما طلبت اسمع رأيك بتيابي، تعال اقعد هون يلا تعال. بس لا بقلك. تسلم كلك ذوق، بصراحة بدي اياكم ما تدققوا عليه كثير، ستايله غريب وما بيحب الألوان، يعني للأسف ما بيفهم بالموضة، ما هيك كيفانش؟ كيفك غمزة؟ منيحة. طالما نحن مع بعض خلونا نحكي بخصوص موضوع حفلة التعارف. معك حق، نحن أربع أشخاص، قصدي يعني فريقين، بما أنه أنا وغمزة صرنا فريق. داملة شو رأيك؟ أنت متأكد؟ ايه متأكد، بس ممكن اجي على الحفلة وانا لابس خوذة، على الاغلب رح غامر بحياتي، معناها اتفقنا صرنا فريق. اتفقنا صرنا فريق. تحت امك لشو؟ ليش ما عم تاكلي؟ يعني ما عجبك الاكل؟ ما بدي اكل. طيب بتعرفي اذا ما اكلتي ما رح تكبري؟ ما بدي اكبر. بدك تضلي هيك على طول؟ ما بيصير هالشي. لحتى تجي عذراء. تعني أهلين أردا. داملة كيفك؟ منيحة. أنا بالبيت رح طق. ما فهمت، يعني الوضع هون مو كتير ظابط، شو عم تعمل أنت؟ بصراحة الوضع عنا مو أحسن، اليوم كان في شوية أكشن. قصدك خناق؟ يعني ما فيك تقولي عنه خناق بالمعنى الحرفي للكلمة، بس بأي لحظة ممكن يصير في خناقة. من الواضح إنه عيلتك من الناس يلي بيحبوا الخناق، ما هيك؟ لا مو لهي الدرجة يعني، بس مثل ما بتعرفي أنا بحب بالغ شوي، لما تتعرفي عليهم رح تحبيهم، يعني هن بالعادة ناس مناح وكمان حبوا القميص كتير. عن جد؟ بس ما يكونوا تمسخروا عليه. لا شو تمسخروا، بالعكس عجبهم وحبوه كتير. كان بدي أقول لك شيء بصراحة، مشان هيك دقيت لك هلا، يعني بما إنه القميص عجبهم وعجبني كنت عم أقول يا ترى شو رأيك نشتري واحد تاني مع بعض؟ لحظة لحظة، أنت على مين عم تضحك؟ والله عم أحكي عن جد. يعني ما عم تمزح؟ ليش ما عم تصدقيني؟ ايه طيب معناتها تحمل النتائج. عفوا أردا، بس بابا عم يدق لي، معلش احكي معك بعدين؟ ايه مو مشكلة، بشوفك. اهلين بابا. ليلي كيف الوضع عندكم؟ كله تمام، بس تانيم لساتها لهلا متضايقة، حتى ما عم اقدر طعميها، قال بدها تستنى عذراء. طيب فهمت عليكي، اعطيني تانيم خليني احكي معها. راحت على غرفتها هلا اخذه موقف. ماشي ماشي ولا يهمك، شوي تانية وبيجي لعندك. يلا بشوفك. تمام. شو صار؟ ليش ما رضيت تحكي معها؟ زعلانه مني ما هي؟ لا زعلانه ولا شيء، تخبت مره تانية مشان هيك ما قدرنا نحكي، عم يلعبوا بارش. لا تشغلي بالك لساتها صغيره، اليوم بتزعل وبكره بترضى، اكيد يعني بالاخر رح تروق. خلص لا تزعلي انت ولا تاكلي هم، كل شيء رح يكون منيح. تفضل عذراء. ممكن تتركينا لحالنا؟ اكيد ما رح اترككم. اول شيء خبرني شو اللي عم تحاول تعمله، فيني اعرف شو مشكلتك مع بارش؟ ما في مشكله عذراء، فيك تفوتي لجوا لا تخافي، انتي بتعرفيني، يلا لو سمحتي يلا فوتي.